منذ ليلة انقلاب الساعة 6 في 15 من يوليو 2016 والعالم يراوده الشك عما إذا كان الانقلاب الفاشل في تركيا حقيقة أم أنه مسرحية مدبرة من قبل رجب طيب أردوغان بهدف إطلاق رصاصة الرحمة على الجيش وضياع دمه بين الأتراك وإطلاق يد أردوغان في تصفية معارضيه ومنافسيه والمختلفين معه سياسيا وإيديولوجيا. لكن التصريحات التي أطلقها أردوغان كشفت عن مآرب أخرى كان يبحث عنها الرئيس التركي بتوظيف ساعات الانقلاب وتفاصيله في الخطاب وتأليف القصص والروايات التي لم تقنع المقربين من أردوغان أنفسهم، فما بالك بمن خبر سلوك الرجل الباحث عن أي سبيل لتسمية نفسه خليفة للمسلمين. ليلة الانقلاب رأى فيها الزعيم التركي أنه كان قاب قوسين من أن يكون نبياً، حيث كان يجلس في الطائرة بشكل طبيعي حين حصلت المعجزة ودخل قادة الانقلاب وفتشوا الطائرة ولم يستطيعوا رؤيته على الرغم من وجوده أمام أعينهم. bizim bunlardan haberimiz yok. biz indik. hemen uçağa geçtik. daha sonra öğreniyoruz. ki bunların gelip gitmesi hani nur mağarasındaydı değil mi? hani geliyorlar. Sevgili Peygamberimiz Ebu Bekir Sıddık ile birlikte orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş. Ya burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmış değildir diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar. Onların arkasından biz. رواية أردوغان هي ليست الأولى وبالطبع فإنها ليست الأخيرة، فالرجل الذي حقق كل ما يريده في السياسة ووصل إلى رأس الهرم في تركيا بعد أن عدله على مقاس نفوذه وطموحاته السلطوية يبدو أنه يجهد لما هو أبعد من ذلك بكثير، ولكن الإسقاط الديني والتشبه بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم ينذر بأن أردوغان يلعب بنار قد تحرق أوراقه بأيدي مناصريه، اللهم باستثناء أولئك الذين جعل الرئيس التركي بينهم سدا ومن خلفهم سدا عندما حاصرهم بالخطاب الديني، فإذا بهم صم بكم عمي فهم لا يبصرون. eğer son peygamber Hazreti Muhammed olmasaydı ondan sonra peygamber gelecek olsaydı işte başbakanımızın aşığı başbakanımız bizim için adeta ikinci peygamber gibidir. Hazreti Muhammed Mustafa, İslamiyet'in peygamberi, peygamberimiz bugün dirilip gelse, bir parti kursa, Erdoğan'dan daha yüksek oy alamaz. Abdülhalim, İrem News.